سمية الخشاب، عربية أنا. عربية أنا قالوا فيها الجمال، هبة من ربنا الأوام والدلال. عربية أنا أقوى من الخيال، عربية أنا شمس وقت الغروب. عربية أنا صعب عنها تتوب، عربية أنا والتاريخ يا ما قال. من دمشق أعلنت الفنانة المصرية سمية الخشاب عن تصوير أغنيتها عربية أنا مع المخرجة اللبنانية رند لقطيح. التصوير حيكون بواحدة من المحافظات السورية يلي فضلوا عدم التصريح عنها وتركوا مفاجأة الكليب. إنه عربية أنا محتاجة كانت أماكن كتير مفتوحة، حاجة أنا مش عايزة أحرق طبعاً الأماكن ومش عايزة أحرق الفكرة، بس كانت محتاجة ستايل معين، ديكور معين، يعني محتاجة، مش محتاجة لوكيشن مقفول، مش محتاجة استوديو، مش أغنية عادية، محتاجة تفاصيل، محتاجة حاجات تخص كلمة المرأة العربية. فكان لازم لها ستوري بورد كتير سبيشل يعني. فما كلمت ريندلا، دايما أنا بشغلي إن كان فيديو كليب أو مسلسل بشتغل فيه لازم نحكي عن المرأة، مش شوفة حالة أنه أنا مرأة، لا، لأنه عنا مشاكل عن جد. بس بدنا نحكي إكسكلوسيف لسما، فينا نذكر وين حيكون التصوير؟ تلميح هيك او هيك؟ شام قريب شيء يعني شمال جنوب زيداني تعالى لا شمال. ما بعرف شيء هيك اوبن كثير في مدى 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 مدى. اوكي. ذكرتي خلال المؤتمر الصحفي انه حنجن احنا بالافكار، وحتى ممكن نحن في الستيل حيكون شوي اجنبي. كيف حيكون الستيل اجنبي مع عربيه انا؟ رح يطلع كليب كثير اجنبي، ابدا مش قصه وهيدول ستوري ابدا. هي عم تحكي عن المراه العربيه، انا عم ببعد عن كل شيء افكار كستوري، او انه بس تقولي عربيه دغري عندك صوره المراه العربيه بطريقه معينه. لا، عم نعمل نحن تجسيد المراه بحضورها، بالميكس بين حضورها والتابلو والشو في معها ولبسها والالوان واللي قدام واللي ورا، هيدول هن. عربيه انا إطلاقة رسمية بمطلع 2020، والهدف منها إبراز دور المرأة العربية ونجاحاتها الدائمة. طول ما أنت ناجح بتتحدث، الشجرة المثمرة دايما تتحدث بالطوب. طول ما بلاقي في جدل وطول ما بلاقي في صحافة صفرة وبيتكلموا عني بكون مبسوطة جدا الحقيقة، فإنه معناها أنا موجودة وبقوة.